هذه اليمن تاريخها محفور على الدار السلمي من عهد من من عهد بلقيس سبا أروى التي ملكت عدن وعهد سيف اليمن وانت وانا من اصل واحد كلنا ارض العروبة كلها نابت من جذور اليمن هذه اليمن أصدقائي الأعزاء في كل مكان. هذا الفيديو الأول من نوعه على قناتي قررت تصويره أولاً من منطلق من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وثانياً تشجيعاً لأهل الخير لجني الحسنات في إطعام الصائمين وإغاثة المكلومين والمظلومين في هذه الأيام القاسية. لذلك وجب علينا شكر السيد عبد الباقي الحبشي من اليمن الحبيب لتبرعه السخي لهذه السلات الغذائية الرمضانية، فكما كان سباقا في الأعمال الخيرية في اليمن ها هو يسارع لهذا العمل الخيري الإنساني الوحدوي. ندعو الله أن يجزيه عنا كل خير وأن يظله بها تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتحتوي هذه السلة على كل الخضر المتوفرة مثل الطماطم، الخيار، البطاطا، الباذنجان، البصل، الليمون والفلفل الحار، كما تحتوي على زيت القلي والسكر والرز ومعجون الطماطم. كنت ملأً صهراً نعم الناصرين في نبايع ضم إمام المرسلين قوضة في الأرض كنتم فاتحين تعمرون الأرض والإسلام دينا. وأنا بستسمح يكون لي حصة من هذه السلة الغذائية اللي صدقاً حتى الآن لم نتلقى مثلها لأنها تحتوي على السلع الأساسية الضرورية لهذا الشهر الفضيل. البسيوني من أمام أحد مخيمات اللاجئين المنتشرة في محافظة رفح غزة فلسطين.